السلام عليكم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات مؤثرة عن اللاعب المغربي المتألق في بطولة كأس أمم إفريقيا الجارية بالكاميرون، وقال أشرف حكيمي: بكل صراحة لا يوجد ما يخجلني في الحديث عن ماضي أسرتي. والدي كان بائع متجول، وكانت أمي خادمة بيوت. لقد تعذب من أجلي كثيرا، وكان يضحيان كي أتدرب وألعب كرة القدم. وتألق هذا اللاعب كثيرا في كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا بالكاميرون، وأصبح من أحسن الأظهرة في العالم بعد أن سجل هذا الأخير هدفين عالميين من كرات ثابتة أسكنها الشباك ومنح بها التأهل لمنتخب بلدها. هذا اللاعب أحبه الجزائريون كثيرا لعفويته وطيبة قلبه، خاصة وأنه شجع المنتخب الجزائري كثيرا في كأس إفريقيا بمصر، أين توج رفقاء محرز بالكأس الإفريقي لثاني مرة في تاريخ الجزائر.